السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم معلمي وموجهي التعليم الفني بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات تكنيكال اديوكيشن، تكنيكال اديوكيشن 2.0، صناعي زراعي تجاري فندقي. أهلا بيكم في الحلقة الخامسة لمنظومة الجدارات المهنية، معكم الدكتور السيد حامد مدير وحدة الجودة ومنسق عام منظومة التقييم والتحقق بقطاع التعليم الفني بديوان الوزارة. أهلا بيكم وسعيد إن أنا موجود معاكم في سلسلة مناهج المبنية على منهجية الجدارات وبرامج التعليم الفني المطورة وفق منهجية الجدارات. أهلا بيكم، تعالوا النهاردة إن شاء الله نكمل اللي احنا بدأناه من الحلقات السابقة في السلسلة بتاعتنا، من الإطار العام للوحدات، التقييم المبني على الجدارات، التقييم وتصميم أدوات التقييم، المحقق أو التحقق الداخلي والتحقق الخارجي. حلقة النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أعمال التحقق الخارجي، بس قبل ما أنا هدخل في التحقق الخارجي حابب أكمل الجزء الخاص باستمارات التحقق الداخلي للمحقق الداخلي. أهلا بيكم، سعيد إن أنا معاكم النهاردة، ويلا نبدأ. اتكلمنا عن قبل كده عن أدوار المحقق الداخلي واستراتيجيات أخذ العينات. دلوقتي إن شاء الله هنكمل إيه هي بقى الأدوات اللي هيستخدمها المحقق الداخلي في المرحلة اللي هي قبل اللي إحنا اتكلمنا فيها، اللي هي بقى أثناء قبل تنفيذ الوحدات، أثناء تنفيذ الوحدة، بعد تنفيذ الوحدة، وأثناء التقييم، قبل التقييم، بعد التقييم. في ريبورت كده معين أو استمارة، دي اللي احنا اتكلمنا عنها وقلنا دي اللي هيسلمها لجنة التقييم والتحقق، فيها كل التقارير بتاعته. تعالوا نشوف الأدوات دي هتكون شكلها عاملة ازاي. أهلا بيكم. بالنسبة لاستمارة التحقق الداخلي، لو جينا بصينا في أول حاجة في الاستمارة هي اللي هي بتشمل على مجموعة من البيانات. أول حاجة المحافظة، أنا مثلا لو أنا في محافظة القاهرة، في محافظة الجيزة، في فيوم، بكتب اسم المحافظة إيه، بكتب اسم المدرسة، بكتب اسم الإدارة التعليمية. طبعا نظام الدراسة احنا شغالين إلى الآن في المستوى الثالث اللي هو 3 سنين، ولسه إن شاء الله بعد كده هنشتغل في ال5 سنوات. احنا بنعلم علامة صح في ال3 سنوات. نوعية التعليم هنا على حسب النوعية بتاعتي بقى، لو أنا صناعي بعلم علامة قدام النوعية بتاعتي. نوعية المدرسة هنا لو مشتركة بنعمل علامة، لو بنين أو بنات بنعمل مشترك. عنوان البرنامج بكتب هنا عنوان البرنامج بتاعي، لو فني مثلا إنتاج زراعي يبقى فني إنتاج داجني مثلا، أو صناعي يشوف البرنامج بتاعي إيه، لازم أكتب هنا عنوان البرنامج. في الصفحة الأولى برضو هي صفحة الغلاف بيانات خاصة بالبرنامج الدراسي، زي مدير المدرسة بنكتب تليفونه، رئيس لجنة التقييم والتحقق اسمه ايه، وبنكتب التليفون بتاعه، وبنكتب كود البرنامج بتاعي لو فيه موجود بيكتبه، عنوان الوحدة او الوحدات. يعني مثلا دلوقتي لو انا هتحقق من وحدة كاملة بكتب عنوان بتاعها ايه، والوحدات بتاعتي اللي هي اللي هي موجودة في البرنامج، تاريخ البدء تدريس الوحدة، تاريخ الانتهاء، اسم المقيم اللي هو اللي شغال معايا في التقييم، رقم تليفون المقيم. في جدول كمان بعدها لو لاحظنا تحت هتلاقي مكتوب فيه تفاصيل خاصة بتقييم الطلاب، إجمالي عدد المقيمين قد إيه، وليكن مثلا 50 طالب، عدد الحاضرين للتقييم حضر منهم مثلا 40، عدد المتغيبين كليا يبقى 10. يبقى لو أنا عندي 50 حضروا والمقيدين عندي عندي 50 حضروا، 50 خلاص ما فيش حد غايب. ده الجدول اللي بيتكتب فيه الايه البيانات. الصفحه اللي بعد دي بيتكتب فيها السجل الخاص باجتماع مع فريق العمل، واحنا قلنا ده بيتم قبل تدريس الوحده، قبل تنفيذ الوحده. الاجراء ده
هنا بتأكد من مجموعة من الايه البيانات عندي، زي الموارد اللي هي الخاصة المادية، الخامات بقى والأدوات ومواد التدريس، هل هي موجودة ولا لا؟ لو موجودة بنكتب نعم، لا بنكتب كلمة لا، وهتلاقي فيه علامة جنبها اللي هي باللون المظلل تحتها باللون الأحمر، ده بنكتب فيها الإجراء الايه بقى اللي تم الأخذ فيه. لو هي مش موجودة، طب أنا عملت ايه؟ تمام. هل تم مراجعة الوحدة؟ شفنا محتوياتها ايه والأدلة فيها ايه وأدوات التقييم فيها ايه. هل تم الأماكن التدريب مراجعتها؟ أعداد المقيمين موجودين فعلا متاحين؟ اه نعم خلاص اوكي. هل أنا تم مراجعة التقارير التحقق السابقة؟ اه تمام. لجنة التقييم والتحقق فعالة في المدرسة؟ تمام. لو مش فعالة بنعمل علامة مثلا لا. طب ايه هي بقى الإجراءات؟ لو أنا عملت كلمة أو ظللت نحو كلمة لا، بنبدأ نيجي أنا حطيت لا ليه؟ طب ايه هي الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الإجراء؟ البند مثلا هنا البند رقم واحد إن الخامات غير موجودة. طيب ايه الإجراء العلاجي؟ أنا هعمل ايه؟ طب مين هو الشخص المسؤول عنه؟ طيب تاريخ الإكمال هينتهي إمتى من الإجراء ده؟ يبقى أنا ببدأ أستوفي السجل ده، السجل ده اسمه سجل اجتماع مع فريق العمل، وده بيتم قبل زي ما احنا كاتبين فوق كده في التايتل فحص ما قبل البدء في تنفيذ الوحدة. ببدأ أفحص حسب المرحلة بتاعتي بقى، يعني إيه بشوف المرحلة قبل تنفيذ الوحدة فيها وأبدأ أفحصها كاملة. طب في الإجراءات العلاجية اتخذت إيه؟ بكتبها ومين هو المسؤول عليها؟ وفي الاخر هنا بكتب ايه تعليق، والمحقق الداخلي بيمضي والمقيم ورئيس لجنة التقييم والتحقق طبعا مع التواريخ. هنا في جدول الاولاني برضو والتاني اللي هو فحص ما قبل تنفيذ بقى التقييم. يبقى هنا في جزء خاص او ورقة خاصة وجدول ما قبل تنفيذ التقييم وفي اثناء تنفيذ التقييم. هناخد الجدول الاولاني، طبعا عنوان الوحدة وليكن أنا مش عارف يعني أقول أي مثال، أساسيات دائرة التبريد الميكانيكية مثلا، عنوان المخرج الأولاني مثلا إيه، تركيب مثلا دائرة التبريد الميكانيكية، ده اسم المخرج زامبل مثلا معين، كود الوحدة، رقم المخرج ده رقم واحد، معيار الأداء الأول، طيب اسم أداة التقييم وده هيكون موجود عندك في الوحدة أنت هنا بتكتبه مثلا وليكن اختبار تحريري، لو نوع الدليل بتاعه دليل تساؤل، ممكن يكون بطاقة ملاحظة لو كان دليل أداء، أو بطاقة فحص صيانة أو عطل مثلا لو إيه دليل فحص منتج. تاريخ البدء في التقييم والله مثلا إيه 5/9/2021، تاريخ الانتهاء منه مثلا في نفس اليوم، مثلا لو هنكتب نكتب نفس التاريخ. هنا عدد المجموعات، أنا ممكن الفصل عندي 4 مجموعات، لو عندي مثلا 20 طالب بنقسم كل مجموعة 5، نكتب هنا عدم أنا مقسمه 5 مجموعات. طيب إيه اللي بيتم فحصه بقى أثناء التقييم؟ أنا عايزين بس نركز في الاستمارة ديت عشان الاستمارة دي مهمة، وناس كتيرة بتيجي عاملة لي صح كده وخلاص، فاحنا عاوزين بس عشان نكون نقدر نسجل فيها بطريقة منطقية عشان ما يجي المحقق الداخل الخارجي الراجل يقول انت فعلا الراجل ده فاهم مش حافظ. هنا فحص ما قبل تنفيذ التقييم، طبعا انا هكون حافظ الدور ده بتاعي قوي، ما احنا ذكرناه قبل كده وشرحناه بالتفصيل، وكاتبين هنا في الاستمارة بعض البنود المهمة اثناء المرحلة دي، زي مثلا تم مراجعة الترتيبات المقترحة والموارد اللازمة للتقييم، اه جميل. تم عمل خطة التقييمات مثلا الوحدة، ممتاز نعمل نعم. تم عمل خطة الخامات المطلوبة، اه. أدوات التقييم مناسبة ومتسقة، لا. لو أنا بقى هنا وأنا باجي أفحص الأدوات لقيتها لا، طيب أنت عملت لا ليه بقى يا أستاذنا الفاضل؟ يبقى هنكتب البند رقم 4 الإجراء العلاجي المفروض ان يتم اعاده تصميم مثلا اللي هو الاختبار التحريري او كذا. طب مين هو الشخص اللي هو المقيم؟ تاريخ اللي هو الكلمه المفروض يكمله قبل ايه الايه الاجراء عمليات التقييم. طيب هل ارشادات التقييم واضحه ومعلنه للطلاب؟ اه جميل خلاص. لو مش معلنه بيتم اعلانها من الشخص المسؤول مثلا مدير المدرسه،
ولجنة التقييم التحقق تاريخها كذا، وببدأ أكتب التعليقات إيه عندي، وأمضي وأترخ ومضي معايا المقيم ورئيس لجنة التقييم والتحقق. ده كل الإيه الاستمارة الخاصة ما قبل تنفيذ التقييم. في استمارة كمان اللي هي فحص أثناء التقييم. أثناء التقييم بقى والأدوار طبعا بتاعتي أنا عارفها كمحقق داخلي، زي إيه؟ التأكد من صدق أدوات التقييم، التأكد من وقت تنفيذ التقييم حسب الخطة الموضوعة. يعني أنا المفروض أنا هقيم الأولاد في واحد في 1/10 مثلا، 20/21 أو كده، يبقى لازم يكون في نفس الميعاد. نعم بنعمل علامة صح قدام نعم، لو لا بنعمل لا، وبنبدأ نكتب في الجدول اللي تحت الإجراء العلاجي بتاعه إيه. طبعا ممكن هنا كمان التأكد من التقييمات تمت بشكل صحيح. طيب نعم، طب لا، يبقى هنا الإجراء، يبقى يتم إعادة التقييم الطلاب لو كان بشكل جماعي، أو بيتم إعادتهم لو بشكل فردي عند حالات فردية. مين هو المسؤول الشخص اللي هو المقيم؟ تاريخ دوت بنحدد إيه؟ تاريخ إعادة التقييم. وتحت برضو زي الجدول اللي قبله بنبدأ نعمل نوقع مع المقيم، مع رئيس لجنة التقييم والتحقق ونترخ. طيب بعد إجراء اتخاذ قرارات التقييم، في جدول هنا كمان فحص ما بعد اتخاذ قرارات التقييم، زي ايه؟ التأكد من تسجيل التقييمات اللي هي ايه وتم ارسالها لرئيس لجنة التقييم والتحقق. احنا بنتأكد من الكلام ده، هل ده تم ولا لا؟ تم، خلاص اوكي بنعمل علامة نعم. لا، لا ليه؟ طب وايه الاجراءات اللي انا كمحقق خارجي عملته، ومين هو الشخص المسؤول، والتاريخ الاكمال قد ايه؟ برضو التأكد من لو في حاجات حالات خاصة بإعادة التقييم، لازم أبدأ أتأكد من ترتيب إعادات التقييم للطلبة. لو الطلبة مثلا ما اجتازتش ليهم إعادة تقييم فرصة تانية أو فرصة تالتة، نبدأ نتأكد من الترتيبات دي تمت بالفعل. في هنا مثلا لو فحص التماسات وقرارات تقييم مناسبة، إن وجدت تم فحصها اوكي مفيش مشكلة، هل تمت كتابة تقرير للتحقق الداخلي وتسليمه للجنة التقييم والتحقق الموجودة بالمدرسة؟ نعم. طب لا ليه؟ زي ما احنا كلام من ده. وفي الاخر برضو احنا بنمضي كمحقق داخلي معانا المحقق الخارجي بالتواريخ. في سجل اخذ العينات، السجل ده مهم جدا جدا جدا. السجل أخذ العينات طبعا اللي هي نسبة 20% للمحقق الداخلي ونسبة 10% للمحقق الخارجي. واحنا قلنا هنا 20% احنا بيتم توزيعها ازاي، وفي الحلقات اللي قبل كده اتكلمنا عن طرق اختيار العينة. هنا عنوان الوحدة كذا، بنكتب عنوانها، رقم المخرج وليكن هنا مخرج كذا. وهنا على فكرة جماعة هنلاقي الفرق بين الاستمارة ديت، التحقق الداخلي والتحقق الخارجي، هنلاقي هنا في رقم مخرج، إنما بالنسبة للمحقق الخارجي بيكون وحدة. الداخلي بيجي بتحقق بين مخرج، إنما الخارجي بيختار وحدة من الوحدات. هنا معايير الأداء اللي هي اللي أنا هختار منها العينة، اسم اللي هي الأداة التقييم هل فعل دليل تساؤل، دليل أداء، دليل منتج، تاريخ بدء التقييم بنكتبه. هنا عدد المقيمين المتقدمين للتقييم هنا قد ايه؟ كان والله مثلا 20 واحد، عشان هبدا اخد النسبه من ال20 دول وابدا اسجل اساميهم داخل الجدول. انا بقى اخترت العينه بتاعتي من هم الطلبه اللي هم الجادرين والطلبه الغير جادرين، من البنين ومن البنات. ببدا اختار مثلا، وليكن لو انا عندي 20 طالب هختار مثلا 4 طلاب او 5 طلاب، بكتب اساميهم وابدا انوع حسب على الفكره اللي احنا قلنا لكل مخرج. الورقه دي لمخرج واحد، يعني السجل ده لمخرج واحد، انا بزود سجل تاني لمخرج 2 ونوع ممكن مخرج 3. هنا هتلاقي انا هبدا انوع حسب معايير الاداء الطلبه اللي هي المعيار الاداء 1، معيار 2، 3، 4، 5. طب هنا حاله الطالب في معيار الاداء ده اللي انا اخترته مثلا وليكن احمد محمد، احمد ده معيار الاداء الاول، هو كان جدير فيه؟ كان جدير. طيب تعليق ايه على قرارات التقييم؟ ان الطالب ده تم تقييمه بشكل عادل ومتسق، وقرارات التقييم بتاعته سليمه. الطالب الفلاني مثلا اي اسم، محمد ده هجيبه بقى، هاخد اشوفه المعيار تاني، اغير، احاول انوع،
وممكن اخد من هو يكون غير جدير. طب هو كان غير جدير ليه؟ والله احنا لان حصل كذا وكذا، بنكتب التعليقات تعليق على الحاله الفرديه بتاعته من فصل كذا وحصل كذا، وبنكتب ايه، نبدا نكتب تعليق. اذا هنا في الاخر بعد ما بختار العينه بتاعتي الاربعه او الخمسه، احنا هنا في 13 سجل. طب هنفترض مثلا الاعداد بتاعتي اعداد كبيره، احنا هنا ممكن انا بعدل في الاكسل، لان الاستماره دي بتكون احنا بنوفرها لك وورد، وحضرتك انت بتعدل فيها، بتزود فيها اعمده، بتزود فيها صفوف، براحتك بتعدل فيها على حسب الاعداد الموجوده عندك ايه. المهم ان حضرتك ما تجيش كاتب لي كلهم كوبي بيست، صح 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 صح، وكلهم من مخرج واحد، او كلهم تعمل لي معيار اداء واحد، يعني المفروض ان في عمليه تنوع، او كل العينه كلها جديره، ودي احنا برضو من بعض فحص الملفات والاستمارات وجدنا بعض الحاجات اللي زي كده، لقينا مثلا اختيار العينه من اشخاص واحده، هم اللي في المخرج الاولين هم نفس الاسماء اللي في المخرج الثاني، هي في معيار الاداء ده ما نوعش الكلام، قرار المقيمين مقبوله وجميله وظريفه وحلوه خالص والدنيا ماشيه حلو. فالكلام ده احنا بنكتب الواقع اللي موجود بالفعل. فالعمليه ديت احنا بنقول انت حضرتك محقق، عامل زي القاضي كده بالظبط، بتروح تتحقق الكلام ده ماشي كويس ولا لا، لان هيعتمد على القرارات بتاعتك في قرارات تانية، هي اعتماد النتيجه او ما تعتمدش، دي بناء على زياره المحقق الخارجي. فهو احنا بنملي الاستمارات دي نملاها بعنايه وبكل صدق وموثوقيه، لان احنا المسؤولين عليها، لان بعد كده بتظهر عندي في حاجات تانية بيحصل في عمليه تناقض في البيانات، فحضرتك انت المسؤول على الاملاء الاستمارة دي، بنملاها بعناية، ما يعني ده وفق الشروط اختيارات العينة احنا بنعمل الكلام ده. في الاخر هنا بنقول قرارات المقيمين مقبولة، مقبولة. طب مقبولة ليه؟ والله بسبب 1 2 3 4. طيب غير مقبولة، طب ليه انت رافضا قرار المقيم؟ والله لان الادوات التقييم غير كذا، ان المواعيدها غير كذا، ان حصل في كذا، بتكتب انت اللي انت شايفه. فلازم ما اجي اكون تم ملء الاستمارة بتم املاها بعناية. في هنا السجل بقى الاجتماع اللي انتوا شايفينه حضراتكم دلوقتي، اللي هو السجل اجتماع فريق البرنامج، بنكتب بقى الهدف من الاجتماع، تاريخ الاجتماع كان امتى، طب ايه هي، مين هم المشاركين، مقيمين، محقق داخلي، رئيس لجنة التقييم والتحقق، مدير ادارة المدرسة. طبعا ده بيتم قبل بداية التنفيذ، ولو أنا حبيت أعمل اجتماع معهم في أي وقت بستخدم المحضر ده. ده سجل الاجتماعات، إيه هي الموضوعات اللي احنا هتم مناقشتها، طب إيه الإجراءات اللي احنا اتفقنا عليها، طب مين اللي هيقوم بالدور ده، طب هيخلصوا إمتى، وفي الآخر خالص بنكتب قرارات وتوصيات الاجتماع، وكلنا اللي احنا حاضرين في الاجتماع بيحصل ايه، وانتوا اساتذه في الكلام ده، بنمضي المقيم والمحقق الداخلي ورئيس لجنه التقييم والتحقق ومدير اداره المدرسه، عشان نكون كلنا مسؤولين على فعاليه اعمال التحقق الداخلي داخل المدرسه. ده محضر اجتماع احنا بنعده في الاخر. يبقى انا عندي دي كلها، دي اسمها استمارات التحقق الداخلي. انا كده يعني الحقق الداخلي انا كده خلصته خالص، كنت حابب بس الجزئيه دي كانت ناقصه، فانا حبيت قبل ما ابدا في التحقق الخارجي انوه عنها. هنخش دلوقتي زي ما انتم حضراتكم شايفين التحقق الخارجي اللي بيسميها الاكسترنال فيريفيكيشن. والله هو في ادوار مشابهه، يعني في حاجات من بعض النقاط بيعملها المحقق الداخلي، وفي نقاط بيعملها المحقق الخارجي. النقاط دي يعني الدور الى حد ما هو يعني شبيه، بس بنختلف في بعض في عمليات التنفيذ. تعالوا معانا كده نشوف مين هو المحقق الخارجي. المحقق او المحقق الخارجي او الاكسترنال فيريفاير ده، قبل ما ابدا بس في المحقق الخارجي اللي هو عمل التحقق الخارجي ده، اجراء ضمان الجوده زي اللي فات برضو، عشان هنا بقى نتاكد ان ايه، ان كل مدرسه فنيه قد اجرت تقييمها بما يتماشى مع متطلبات مواصفات الوحدة. انا راجل، انا هتكلم دلوقتي، انا احط نفسي دلوقتي وهلبس العبايه المحقق الخارجي، انا رايح المدرسه الفنيه ليه، اتحقق من الخارجيه ليه، اتحقق من الخارجيه ليه،
عشان اتاكد من ان اجراءات التقييم بتتماشى مع متطلبات مواصفات الوحده. طيب مين اللي بيكلفهم؟ وزاره التربيه والتعليم. ده حاليا، واحنا نوهنا قبل كده ان شاء الله ما يكون في هيئه خاصه بجوده ضمان برامج التعليم الفني هي اللي هتقوم بالدور ده. بيتم طبعا تدريبهم عشان على اعمال يشوفوا بقى يتاكدوا من ضمان تطبيق وفعاليه التحقق الداخلي. تاني حاجه يتاكدوا من ان بيتم تقييم جدارات التعليم الفني بشكل متسق. طيب اجراء التحقق الخارجي اللي بيتم على ادله المتعلمين بيتم على اساس كل وحده على حده. يعني انا ما بروحش اتحقق من كل الوحدات، انا بروح اتحقق من كل وحده على حده. وده طبعا في بيتم اختيار العينه وهنتكلم عنها بعد كده. طيب هتحقق من ايه؟ بتركز على ايه؟ اختبارات ضمان الجوده. 1 استخدام ادوات التقييم تكون صادقه. 2 صحة إجراءات وقرارات التقييم الخاصة بالوحدات. 3 فعالية نظام التحقق. يبقى أنا رايح كمحقق خارجي هركز على الثلاث نقاط دول. أنا الثلاث نقاط دول أنا واخدها في إيدي. 1 استخدام أدوات التقييم. 2 تكون صادقة. صحة إجراءات التقييم. فعالية نظام التحقق. يبقى ثلاث أهداف رئيسة أنا رايح كمحقق خارجي رايح عنها. يبقى هم التأكد من جميع المدارس الفنية، دي بقى أهداف بقى التحقق الخارجي، تقوم باتخاذ قرارات تقييم متسقة ودقيقة تتماشى مع البرامج الجديدة. 2 تمتلك نظام تحقق داخلي بفعلية. يبقى كل مرحلة من المراحل معتمدة على التاني. التحقق الداخلي بيعتمد على المقيمين، والتحقق الخارجي بيعتمد على التحقق الداخلي. يبقى حاجتين مهمين دول من أهم المراحل أو أهداف التحقق الخارجي. مين هم بقى المحققين الخارجيين؟ المحققين الخارجيين دول طبعا خبراء متخصصين في نفس المواد. بيتم تدريبهم على إيه؟ على طريقة تنظيم وهيكل البرامج القائمة على الجدارات. 2 طرق وأساليب التقييم القائمة على الجدارات. يبقى تالت حاجة مهارات التحقق الداخلي والخارجي. يبقى تلات حاجات أساسية إن المحقق الخارجي بيتم تدريبهم عليه. إيه هما؟ طريق تنظيم وهيكل البرامج. يبقى إحنا أول حاجة دي لازم يتدرب على الوحدة بتاعته، الوحدات والإطار العام والوحدة بتاعته بتكلم عن إيه ومكوناتها إيه. يبقى لازم يكون تكنيكال وفني في الوحدة والبرنامج بتاعه. تاني حاجة بندربه على طرق وأساليب التقويم، لازم يعرف إيه. ما ينفعش أنا أكون محقق خارجي ومعرفش حاجة عن التحقق الداخلي ومعرفش حاجة عن المحقق على المقيمين. تلاتة اللي هي مهارات التحقق الداخلي والخارجي. في حاجة مهمة هنا كمان يا جماعة، عمليات التحقق الخارجي هي عملية أخذ عينات ممثلة. يعني فلا يتم اجراء تحقق خارجي في مدارس فنيه كل مره بيتم فيها تقييم الوحده لوحده من الجدارات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما ينفعش انا رايح كل مره هروح اتحقق من نفس الوحده، لازم اخد عينه ممثله وهنتكلم عنها في العينات دي ايه. لازم اروح اغير، يعني مش كل مره هروح نفس الوحده هي يعني لا، بيحصل عمليه ايه؟ تغيير. وحدات بقى ممثله بقى من الطلبه اللي هم الجديرين، من الطلبه الغير جديرين، من البنات، من البنين. يعني ايه؟ لازم يكون في ايه؟ عينه ممثله من كل الايه؟ من كل متنوع. بيتم التنفيذ التحقق الخارجي ما بروحش اتحقق من كل الوحدات. يعني دي برضو يعني انا بختار ايه؟ وحده وبحاول بيه بنوعها. ده بيتم يعني ما ينفعش اروح اتحقق منها في خلال زياره واحده من كل الايه؟ الوحدات. ايه هي بقى مهام المحقق الخارجي؟ 1 التأكد من جميع المقيمين لوحدة ما ينفذون التقييم بشكل متسق وفقا لمعايير الوحدات. ببص كده أنا عندي، لو عندي مقيم واحد خلاص أوكي، عندي مقيمين، عندي جزء مقيمين، عندي ثلاثة، براح أتأكد إن هم بينفذوا التقييم بشكل متسق وفقا لمعايير الأداء. تاني حاجة أخذ عينة من أدلة المتعلمين، من أدلة المتعلمين مختلفين، تم تقييمهم والتحقق منهم داخليا.
يعني هنا بقى ببدأ أشوف بقى، أخش بقى حجرة التقييم والتحقق كده، أخش فين رئيس اللجنة، طبعا هكون عارف بالموضوع الزيارة. هنا في موضوع مهم جدا يا جماعة برضو عشان يكون إيه واخدين بالنا منه، أنا ما بخليش أنا المحقق رئيس لجنة التقييم والتحقق هو اللي بيديني العينة، يعني مثلا هو يكون هو المحضر العينة كده على جنب، اتفضل يا فندم العينة أهي، لا ما ينفعش، أنا اللي بختار العينة دي بنفسي، أنا اللي بخش الغرفة وبختار العينة دي بنفسي، أنا بقول أنا عاوز الملف الواحد ده والملف اتنين وملف تلاتة، أنا والله طالب واحد اتنين تلاتة، أنا ممكن بعد كده هنتكلم إن ممكن أطلب المتعلمين، أنا عاوز فلاني أحمد وعاوز محمد يكونوا حاضرين، مش عشان أعيد تقييمهم من تاني، لأ عشان أسألهم وأستفسر منهم حاجة أنا داخل شكيت أنا فيها، وأنا ماسك الملف كده ببص فيه شكيت في حاجة، فأنا ممكن أستدعي إن أقول عاوز الطالب ده، أو ممكن أجيبه وأسأله يا محمد أنت دخلت الورش؟ أه أنت اتدربت؟ أه أسأله في حاجات أنت اشتغلت فعلا التمرين ديت، حاجات أنا بتظبط الشك اللي عندي بتريحني شوية، دي حاجات أنا ممكن أنا كمحقق خارجي أنا إيه بعملها. ببدأ بقى أبدأ أخد بعد ما أخدت العينة ببدأ أشوف هل قرارات التقييم فعلا موحدة ومتسقة مع كافة المقيمين، هل هي واضحة ومحددة. النظر طبعا في فعالية نظام التقييم والتحقق، أول ما بص كده بشوف الاستمارات بتاعة المحقق الداخلي، هل فعلا نظام التحقق الداخلي شغال ولا لأ؟ هل في فعلا محقق داخلي؟ أحيانا بقول لك ده ما فيش محقق داخلي كان موجود، فأنا الكلام ده كله بكتبها في التقرير عندي، ممكن أروح ألاقي إن المقيم هو نفسه المحقق الداخلي، يعني إحنا لازم الحاجات دي بعض وبعض السلبيات إحنا بندعمها وبنعالجها وإحنا المسؤولين إيه عن علاج. بعد كده زي ما قلت في الآخر خالص ممكن بجري مقابلة مع المعلم، مع المعلم اللي هو المقيم، بجيب المحقق الداخلي وقابله، مدير المدرسة بقابله، لو أنا عاوز أستفسر عن حاجة أنا من حقي إني أستدعي بكل أدب وبكل احترام المقيم المحقق الداخلي عشان عندي حاجة في يقيني كده عاوز إيه أصدقها، أو الشك عندي شكيت في مثلا ما أنا بحفظ على العينة لقيت درجات الأولاد كلها زي بعضها المخ في مخرج واحد في حاجة يعني معينة كده فأنا عاوز أتحقق منها، إحنا ممكن نعمل إجراء مقابلات. بالنسبة بقى لحاجة مهمة، عدد الزيارات، كم زيارة؟ هل هم دكتور سيد احنا، ودي أسئلة بتيجي لي كتير، يعني هم في زيارات عددهم اتنين تلاتة أربعة، كم زيارة في السنة؟ والله عملية عدد الزيارات دي بيعتمد على عدة عوامل، ايه هي بقى العوامل دي؟ أول حاجة عدد البرامج التي يتم تقييمها، والله أنا بس أنا لكل اللي محقق ليه برنامج معين ما ينفعش اتحقق من واحد بس، ممكن يكون عندي ايه عدد الطلاب اللي بيتم تقييمهم كتار، يعني مثلا انا عندي بدل الفصل 5 فصول يبقى انا ممكن اعمل زياره واثنين وثلاثه على حسب بقى ايه الزيارات عشان اقدر اتحقق منها، على حسب عدد الطلاب، على عدد البرامج، على عدد البرامج اللي بيتم تقييمها للمره الاولى، يعني مثلا لو في ايه دي بتتم تقييم المرة الأولى غير في إعادة التقييم مثلا بعد البرنامج العلاجي، يعني مثلا أنا ما أكون رايح في الزيارة الأولى مثلا بروح أتحقق من عينة مثلا 100 واحد، بعد الزيارة الأولى ديت في طلبة كان غيره جادرين فبيتم لهم عمل برنامج علاجي فأنا مضطر أروح لهم في الدور الثاني عمل زيارة تحقق خارجي، فطبعا ال 100 دول مثلا لم يجتاز منهم 10، فهنا عدد الزيارة لل 100 زي ال 10 طبعا مختلف تماما. هل في وجود مقيمين جدد او محققين داخلين جدد؟ برضو دي بتوقف الزياره، لان اللي هو البروفيشنال المقيم او المحقق اما راح اتحقق ولا ايه مش زي ما اروح الاقي ناس جديده، بتختلف طبعا. ظهور مشكلات ناتجه عن الزيارات، طبعا انا قلت قبل كده في الحلقات ان مثلا انا لقيت في المدرسه دي فيها مشكله في النتيجه بتاعتها في قرارات التقييم بضطر اروح لها مره واثنين وممكن اروح لها 3 مرات على حسب، وممكن اغير منها المحقق الداخلي لو في اي برضه مشاكل، لو حسينا ان في اي مشكله مع المحقق الخارجي نفسه، فلو في ظهور مشاكل ناتجه عن زياره التحقق السابقه برضه ممكن نزود ايه التحقق.
حاجة كمان اللي هي مهمة جدا، استراتيجيات أخذ العينات في التحقق الخارجي. أنا مش عاوز بس أحسسكم كمحقق إنك أنت راجل بقى مرهق كده زي اللي في الصورة، هتروح بقى تشيل الملفات على قلبك ورايح وجاي تتحقق منها ودايخ وتايه جوه الغرفة. لا، اللي هي الموضوع سهل وبسيط، هي لها نسبة معينة. أخذ العينات في التحقق الخارجي مهم جدا. أول حاجة التحقق أولا من توفر أدلة جميع المتعلمين، دي أول حاجة. يعني مثلا هنا نظرا لأن التحقق الخارجي نستند طبعا لأخذ عينات ممثلة، فنادر ما يقوم المحقق بفحص جميع أعمال المقيمين. يعني مش هينفع راح أجيب كل الملفات اللي في الغرفة هروح أفحصها، لا، ده احنا هنختار عينة ممثلة. أول حاجة هتأكد إن بس إن أنا عندي 40 متقيم من الطلبة، يبقى عندي 40 ملف، دي أول حاجة تتأكد منها. عندي مثلا في أدلة للطلبة موجودة، أدلة الطلبة موجودة، هبدأ بعد كده آخد إيه عينة من أدلة متعلمين مختلفين تم تقييمهم وتم التحقق إيه منهم داخليا. أبدأ بقى أختار العينة. نسبة العينة دي قد إيه؟ احنا نقول الى الان هي يعني النسبه احنا محددينها 20%، وهوضحها لكم. المحقق الخارجي طبعا لانه ممكن ما يلتزمش بالنسبه دي، يعني ممكن يختار لو في شك في العينه بتاعته ممكن هو ايه يزودها وياخد عينه تانية ويضيف ليها، فهو اللي بيقرر من اي من ادله المتعلمين سيتم اخذ العينه منها دون تدخل زي ما قلت اداره المدرسه او لجنه التقييم والتحقق. ليه بقى؟ يعني عشان يضمن ان العينه بتتضمن ادله من جميع المقيمين بشان الوحدات اللي تم التحقق منها. تاني حاجه، لو كان لدي تخوف بشان القرارات او جوده القرارات بيزود هو العينه بتاعته. دي بالنسبه، يبقى اذا المتحكم الوحيد في اخذ العينه هو المحقق الخارجي، مش مدير الايه المدرسه ولا الرئيس لجنه التقييم والتحقق. ايه هي بقى متطلبات التحقق الخارجي؟ المواد اللازمه للتحقق الخارجي دي المفروض ان بتوفرها للمدرسه. طبعا احنا واتكلمنا على دور مدير المدرسه في اعمال التحقق الداخلي، برضو ليه ادوار في اعمال التحقق الخارجي. لازم هنا تكون ان المدرسه ان هي بتتيح جميع الادله والسجلات الخاصه بالتقييم والتحقق الداخلي للمحققين الخارجيين. هنا يجب على المدرسة حاجة كمان مهمة، إن هو توفير عينات ممثلة من السجلات للتأكد من إن جميع التأكد من المدارس الفنية لديها نظام يضمن إدخال النتيجة الصحيحة أمام اسم كل متعلم، تجميع كل ما يتطلب للتحقق الخارجي في مكان واحد اللي هو بنقول إيه، يعني ممكن إحنا بنجهز له غرفة للمحقق. وطبعا الزيارة المحقق الخارجي مش هيكون لبرنامج واحد، يعني مثلا اثناء الزياره هيكون في اكتر من محقق خارجي على حسب عدد البرامج دول كلهم بوقت واحد، ممكن نوفر لهم غرفه، نوفرهم كل المتطلبات اللي هم محتاجينها. احيانا بيكون في تنسيق مع المحقق الخارجي قبل الزياره مع مدير المدرسه، انا والله انا محتاج واحد اتنين تلاته، دي كل الامكانيات اللي ايه كل الحاجات اللي هو بيكون بيحتاجها. ده كله عشان تتم إجراءات التحقق الخارجي بطريقة إيه صريحة. ده ملخص بسيط بالمواد المطلوبة للتحقق. زي إيه مثلا؟ لو أنا بتكلم على وحدة أو وحدات خاضعة للتحقق، يبقى أنا عاوز أعرف مواصفات الوحدة، وطبعا دي بتكون متوفرة لدى المحقق الخارجي، لازم يكون عارف مواصفات الوحدة إيه. لازم جميع أدلة التقييم لكل الطلاب المسجلين في الوحدة موجودة. أساليب التقييم وقوائم الملاحظات دي متوفرة. مفاتيح لو كان في تصحيح او نماذج اجابات الخاصه لو اختبار تحريري بطاقه ملاحظه بتكون موجوده. سجلات التقييم اللي هي الخاصه بالطلاب اللي احنا شفناها قبل كده تكون متوفره. السجلات الخاصه بكل مرحله من اعمال التحقق الداخلي اللي هي احنا اتكلمنا عنها قبل تنفيذ الوحده، اثناء تنفيذ التقييم، قبل تنفيذ التقييم، بعد التقييم، كل السجلات دي متوفره. السجلات الخاصه برضو بالتماسات، دي كلها مواد بيطلبها المحقق الخارجي.
يعني انا كدلوقتي محقق خارجي لازم اكون عارف المواد دي، السجلات بتاعتي ايه، مواصفات الوحده بتاعتي ايه، الالتماسات، مراحل التحقق الخارجي وسجلاتها لازم اكون انا عارف. نيجي بقى لحاجه مهمه، التحضير لزياره التحقق الخارجي. طبعا دايما قبل ما يبدا المحقق الخارجي في اجراء الزياره، على افتراض ان هو ان المقيم ان اعمل او اخذ قرارات التقييم بشكل ايه صحيح، بالتالي فان الغرض من التحقق الخارجي هو التاكيد من قرارات المقيم والمحقق الداخلي، وان قرارات التقييم تمت بشكل صحيح ومتسق مع معايير الاداء. طيب ايه هي بقى المهام الرئيسه للمحقق الخارجي عشان ابدا احضر لزياره التحقق الخارجي؟ المهام الرئيسه ان جميع مقيمي الوحدات يقوموا بعمليه التقييم بصوره متسقه زي ما احنا قلنا، وفي ضوء مواصفات البرنامج والوحدات. بالتالي بقى هنا ايه بيعمل المحقق اللي بيعمل على ايه؟ التاكد من فعاليه نظام المدرسه لعمليه التحقق الداخلي، اخذ عينات من قرارات عمليه التقييم، اخذ عينات من ادله التقييم، وطبعا زي ما احنا قلنا بتكون من طلاب مختلفين. ده بالنسبه للتحضير لزياره التحقق الخارجي. طيب هل فعلا او من المفيد ان هم يكون المقيمين متواجدين ومسؤول التحقق الداخلي؟ طبعا لازم يكون موجود، او من الافضل يكون المقيم موجود ومسؤول التحقق الداخلي موجود، عشان خاطر زي ما احنا قلنا ان المحقق الخارجي احيانا بيطلب مقابلة المقيم، يطلب مقابلة المحقق الداخلي، وربما ان هو بيطلب ان هو يقابل بعض الطلاب في وحدة ما عشان يتحدث معاهم اثناء الزيارة في اي حاجة هو ايه محتاج. فلذلك يكون المحقق الخارجي وليس لجنة التقييم والتحكم مسؤول عن اختيار أدلة الطلاب. تاني حاجة، من الضروري إتاحة جميع أدلة الطلاب للوحدة اللي خضعت للتحقق. يبقى ده كل الكلام ده بيتم أثناء التحضير لزيارة الايه التحقق الخارجي. أثناء بقى زيارة التحقق الخارجي ايه اللي بيتم؟ انا دلوقتي كمحقق خارجي دخلت بقى اللجنة، وطبعا ليه مواصفات المظهر العام وشكل بقى طريقة التعامل بتاعتي مع مدير المدرسة، طريقة التعامل بتاعتي مع المقيمين، شكلي انا راجل رايح ممثل لوزارة التربية والتعليم، او بعد كده هتكون لي هيئة الجودة يكون لها شكل معين، يكون طريقة تعاملي طريقة مهذبة ومحترمة مع الناس، ما حاولش اتعالى على الزملاء دول كلهم، في الاول وفي الاخر احنا زملاء مع بعض وبنشتغل كلنا مع بعضين. فأثناء زيارة التحقق الخارجي أول حاجة التأكد من الانتهاء من جميع أعمال التقييم لجميع وحدات البرنامج حسب الخطة الايه الموضوع. أثناء بقى الزيارة برضو لازم أتأكد من تنفيذ التوصيات. كان في المحقق الداخلي بيكتب توصيات، هل التوصيات دي تم تنفيذها ولا لا؟ بروح أتأكد منها. تسجيل واكمال نموذج التحقق الداخلي، هل السجلات بتاعت التحقق الخارجي كامله؟ اعداد تقرير بما تم انجازه من تقييمات بناء على اخذ العينات الملفات الانجاز، بكتب برضو توصيات خاصه بتحسين اداء التقييم لو انا كده، تاكد من رصد النتيجه مع لجنه التقييم والتحقق عشان بعد كده انا اعمل توصيه باعتماد النتيجه او عدم اعتماد النتيجه. فالحاجات دي كلها أدوار بسيطة أنا بقوم بيها أثناء التحقق الخارجي. دي التأكد من الانتهاء جميع أعمال التقييم، التأكد من تنفيذ التوصيات، تسجيل وإكمال نموذج التحقق الداخلي، وإعداد تقارير. نيجي نشوف بقى دور مدير المدرسة في الإكسترنال فيريفيكيشن أعمال التحقق الخارجي. طبعا المدير المدرسة مسؤول عن تنسيق الأنشطة، بيكون بقى مستعد لزيارة المحققين الخارجيين، موفر لهم كافة الإمكانيات اللي هم محتاجينها، كان ورق بقى، لوجستيات معينة، الحاجات اللي هم يستخدمونها، الكمبيوتر مثلا عشان لو حابين يشوفوا حاجة من الأدلة على جهاز الكمبيوتر، يكون موفر لهم الإمكانيات ديت، غرفة
هنا بقى بتخضع بقى المدرسة للتحكم الخارجي من عمليات التقييم الداخلية وقراراتها، بما في ذلك نظام التحكم الداخلي. يكون لدى قطاع التعليم فني سياسة موثوقة لدى التحكم الداخلي، ده برضو دوره ان هو يعرف لائحة التقييم والتحقق ايه الخارجي. التأكد من جميع العاملين المدرسة على دراية بمتطلبات التحقق الخارجي، بيسألهم لو حد محتاج حاجة كذا، بيحاول بقى يوفر التدريبات اللازمة ليهم. التأكد من ان جميع أدلة وسجلات التقييم بالمدرسة موجودة، بما في ذلك سجلات التحقق الداخلي متاحة للايه للأتحق. يبقى هنا برضو هنأكد تاني للمحقق الخارجي حق إجراء مقابلات مع المعلمين اللي هم قايمين ومحققين داخليين عشان يوضح قرارات التقييم الداخلي. للمحقق الخارجي برضو إجراء مقابلات مع الطلاب من أجل توضيح أدلة التقييم. ده المادة 9 في التحقق الخارجي. حاجة مهمة إن المدرسة مسؤولية كاملة على نشر وتوصيل التغذية الراجعة من نشاط أنشطة التحقق الخارجي إلى العاملين بالمدرسة، لكل بقى الناس العاملين في المدرسة، من مقيمين لعاملين في المدرسة، إدارة مدرسية، شؤون طلبة، الناس تكون عارفة الإجراءات التقييم والتحقق ماشي إزاي. توفير طبعا اجراء التحقق الخارجي اللي هي تجهيز غرفه اللي هي لجنه التقييم والتحقق، السجلات ده كله مكون موجود، برضو مسؤوليه المدير المدرسه. على المحقق الخارجي تقديم تقرير للجنه المختصه من كل نوعيه بقطاع التعليم الفني خلال 10 ايام، ودي هنتكلم عنها اللجنه دي بيكون شكلها ازاي. اللجنه المختصه طبعا بالقطاعات ديت ايه اللي هو بقطاع التعليم الفني، هي اللي بتعتمد النتيجة بناء على قرارات المحقق الخارجي، وبترسل للمدرسة، بس هي بترسل بقى للمديرية، والمديرية ترسل للتعليم الفني، التعليم الفني بيرسل للمدرسة. ده الكلام ده كله بيتم في 10 أيام. طبعا مدير المدرسة هو المسؤول على مسؤولية كاملة عن تنفيذ التوصيات الخاصة بقرارات التحقق الخارجي. دور الطالب في أعمال التحقق الخارجي إيه بقى؟ انا ممكن استدعي المحقق الاستاذ المحقق خريج الطالب يجتمع معايا، مثلا زي ما انا قلت قبل كده، دخول الطلاب المعامل، الورشه، الملف الانجاز طبعا ده يعني ممكن يستفسر عنه، عن مواعيد امتحانات تدريبات. هنا دوره، ودي جمله مهمه جدا اللي بالاحمر، اعاده تصحيح التقييم وليس تقييم الايه الطالب. انا ما بقولش ما يجيش، ما ينفعش اقول للطالب تعالى بقى اقيمك بقى، لا، ده احنا ايه بنحاول نعيد التصحيح وليس تقييم الطالب. الرسمة دي ببساطة دي بتوضح لنظام إدارة التحقق الخارجي للبرنامج الدراسي. أول حاجة هنا يا جماعة، لو جينا نبدأ من الأول، لجنة إدارة التقييم والتحقق بقطاع التعليم الفني بتبعت الزيارة اللي هي باللون الخط الأصفر ده، المحقق الخارجي. المحقق الخارجي بيروح يزور المدرسة، خلال 10 أيام بيكتب تقرير. التقرير ده بيبعته تاني للجنة التقييم والتحقق الموجودة فين؟ بالقطاع. بناء القطاع بيكتب توصياته، أول حاجة بيراجع التقارير اللجنة بقى اللي مع المنسقين البرامج، بيراجعوها، بيبدأوا يرسلوا التوصيات بتاعتهم لمدير التربية والتعليم، مثلا المدير عام التعليم الفني. مدير العام التعليم الفني بيدرس التوصيات ديت ويقدمها للمدرسة، المدرسة تاني بترجعها لمدير عام التعليم الفني، مدير عام التعليم الفني بيقدم تقرير الأداء العلاجي خلال 10 أيام للجنة إدارة التقييم والتحقق بالمدرسة بالوزارة، ومن هنا بيتم إعلان النتيجة. لو حاسبنا 10 أيام و10 أيام و10 أيام، ده الشهر اللي بيتم من خلاله يتم إعلان النتيجة. حاجة كمان بقى إيه حابب أتكلم فيها، اللي هي الثمرات التحقق او المحقق الخارجي. استمارات التحقق الخارجي هي نفس يعني شبه المحقق الداخلي، بس هنا بتختلف في الايه بعض العناصر والبنود. اول صفحه خالص او صفحه الغلاف دي طبعا زي اللي فاتت بالظبط، المحقق الداخلي دي بيتكتب فيها البيانات بقى الخاصه بالبرنامج، اسم المدرسه ايه، الإدارة التعليمية، نظام الدراسة،
طبعا هنا 3 سنين او 5 سنين، طبعا احنا قلنا احنا شغالين لسه في 3 سنوات. نوعية التعليم، لو انا مثلا صناعي هكتب صناعي فندقي او تجاري او زراعي، على حسب النوعية بتاعتي بعلم علامة قدام النوعية. برضو نوعية المدرسة هي مشتركة بنين بنات، وبكتب عنوان البرنامج والفترة الزيارة التحقق من إلى. دي أول صفحة خالص في صفحة الغلاف، دي بيانات أساسية لازم أنا إيه بكتبها. الصفحة التانية بتكتب بقى فيها اسم المدرسة بالتفصيل، البريد الإلكتروني لو موجود، رقم التليفون، أسماء بقى مدير المدرسة تليفون، اسم المحقق الداخلي وتليفونه، رئيس لجنة التقييم والتحقق، لأن البيانات دي مهمة ضرورية، لأن ما بترجع لقطاع التعليم الفني تاني، إحنا محتاجين نستفسر على الحاجة. عنوان البرنامج طبعا بنكتبه، والكود، عنوان الوحدات، تفاصيل خاصة بالطلاب طبعا، إجمالي عدد المقيمين الحاضرين المتغيبين زي إحنا قلنا اللي فاتت، وطبعا بنمضي. دي عنو الاستمارة خاصة بأخذ العينة بحد أدنى 5%. طبعا هنا سجل أخذ العينات، اسم الطالب، اللي انا مثلا لو انا اخدت مثلا 5 طلاب حسب العينه بتاعتي، بنوع بنين بنات من الطلبه اللي هو الجدير، خدت من المخرج الاولاني، بعد كده احنا قلنا ممكن اخد من الوحده ككل، لو انا حبيت، لو انا هعمل من البرنامج بكتب اسم الوحده واسم الطالب كذا، وهو جدير او غير جدير، واكتب ايه التعليقات. هل هي هنا قرارات المقيمين مقبوله او غير مقبوله؟ بنكتب ايه تعليقاتي. هنا في بعض تدقيقات خاصه بالمحقق الخارجي، لجنه التقييم والتحقق طبعا بتقوم بدورها في المدرسه، هل في غرفه ملفات الانجاز، منظومه التقييم بتتم بشكل واضح، عناصر الادوات، اجراءات التحقق الداخلي تمت بشكل صحيح في المرحله ما قبل تنفيذ الوحده، ما قبل تنفيذ التقييم. طبعا انت بتكتب هنا نعم او لا على حسب الوقت. التقييمات هنا برضو، القرارات اللي اتخذها المقيمين كانت بشكل صحيح، التجهيزات موجوده، الخامات كافيه، الاجراءات المطلوبه. طبعا هنا في تحليل، الصفحه الاخيره تحليل نتائج زياره التحقق، نقاط القوه ونقاط الضعف، مقترحات التحسين، انا عملت ايه، الكلام ده كله احنا ايه بنبدا نكتبه كله في الصفحة الأخيرة والمهمة اللي بنكتب فيها التوصيات والمبررات في ضوء الأعمال التحقق الخارجي، بيتم اعتماد النتيجة بمدرسة كذا أو لم يتم اعتمادها، والمحقق الخارجي هنا بيمضي في الآخر في الاستمارة مع هو المتوقع. في النهاية أنا بشكركم وسعيد إن كنت موجود معاكم، وأتمنى إن أنا كنت وصلت كل المعلومات لحضراتكم، وإن شاء الله نلقاكم طبعا في الميدان بإذن الله كتطبيقات عملية وتدريبات عملية. في النهاية بشكركم من كل قلبي، الدكتور السيد حامد كان معكم خلال السلسلة منظومة البرامج التعليم الفني المطورة TE 2.0 وفق منهجية الجدارات المهنية. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.